وانت كمان واحد من عناصر الجيل الذهبي زي ما بنقول، بس في تقرير عاملينه عنك بشكل تفصيلي اكتر بيتكلم عن مين احمد السيد، نشوفه من البداية ونرجع تاني. أحد أعظم المدافعين في تاريخ القلعة الحمراء وواحد من أكثر اللاعبين حصداً للألقاب في تاريخ المارد الأحمر، نجم النادي الأهلي السابق أحمد السيد. وأحمد السيد في الدقيقة في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة. ولد أحمد السيد في 30 أكتوبر عام 1980، وقضى معظم مسيرته الكروية في النادي الأهلي، والتي بدأت في العام 2000 حين ظهر لأول مرة في صفوف الفريق الأول كوريث شرعي للنجم السابق سمير كمونة، حتى أنه حصل على الرقم 5 الذي ميز كمونة خلال مسيرته. أحمد السيد أحد خريجي مدرسة الناشئين في النادي الأهلي، تألق في مركز قلب الدفاع والمساك نظرا لامتلاكه مقومات هذا المركز من حيث القوة والسرعة والجدية والتركيز وإجادة ألعاب الهواء، وهو ما جعله خياراً لا غنى عنه في الخط الخلفي منذ ظهوره وحتى رحيله عن النادي. آمن البرتغالي مانويل جوزي المدير الفني الأسطوري للمارد الأحمر بقدراته بشكل كبير، ومنحه شارة قيادة الفريق ليصبح أحد أكثر كباتن الأهلي تحقيقاً للبطولات والإنجازات، إلى أن رحل عن الأهلي في مايو 2012 بعد نهاية عقده، ومع تولي حسام البدري مسؤولية تدريب الفريق في ولايته الثانية مع النادي. خلال مشواره مع الفريق حصد أحمد السيد 24 بطولة من خلال الفوز بـ7 ألقاب للدوري الممتاز وكأس مصر 4 مرات وكأس السوبر المصري 5 مرات ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات أعوام 2001، 2005، 2006 و2008، كما فاز ببطولة السوبر الإفريقية 4 مرات أيضا. وبعد الرحيل عن القلعة الحمراء انضم أحمد السيد لصفوف تليفونات بني سويف في أغسطس عام 2012 وظل معهم لمدة موسم خاض خلاله 5 مباريات، ثم انضم لصفوف مصر المقصة من 2013 إلى 2015. كانت محطته الأخيرة رفقة الاتحاد السكندري الذي لعب له من 2015 وحتى 2017، حيث قرر اللاعب تعليق حذائه بعد خروجه من حسابات الإسباني ماكيدا المدير الفني للاتحاد السكندري بالإضافة لتكرار الإصابة، وهو ما دفعه لاتخاذ القرار الصعب باعتزال معشوقته الساحرة المستديرة في سن 36. على الصعيد الدولي توج السيد مع المنتخب بلقب كأس الأمم الإفريقية 2006 والتي احتضنتها مصر. وفي النهاية يبقى أحمد السيد نجما لامعا وحدوتة من الألقاب والإنجازات في كتاب أمجاد القلعة الحمراء.